وايد وايد احبكم. حابين نخبركم هالمرة عن تجربتنا بعاصمة جورجيا تبليسي. كنت فيها صح تبليسي؟ يعني مكان جميل، واللي أنا حبيته أكثر من المكان غير أنه جميل جدا الناس اللي كانوا معنا. يعني الناس الجورجية من ألطف ومن أجمل ما يكون وفنانين. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ون هو حول العالم بالعاصمة تبليسي بجورجيا. زي ما عودناكم كل حلقة نحن بأي بلد بنروح عليه لازم نتعرف على شخص عربي عايش بهذا البلد. فبتبليسي لقينا نهايات العسوس. أهلا. شرفنا. الله يخليك يا رب. خبرينا عن حالك، أنت من وين؟ كيف جيتي على جورجيا؟ أنا أردنية. جيت على جورجيا قبل سنتين وأربع شهور تقريبا وظليت عايشة فيها. واو ممتاز. طب نحن حتكوني تقريبا مرشدتنا اليوم، حنتحدث معاكي وبدي أسألك، نحن بمنطقة جميلة بس نحن وين بالضبط؟ احنا بتبليسي القديمة. أوكي. اللي هي اول ما صارت تبليسي عاصمة لجورجيا بلش السكن هون في تبليسي القديمة، فالناس هون عاشوا، الامبراطور نفسه هون عاش اللي نقل العاصمة. فرح نبدأ بجورجيا بتبليسي بقديمها، بتاريخ القديم، بناسها كيف كانوا، مبانيها القديمة، حياتهم الاجتماعية. نهايات انا شايف مبنى بابه غريب وشكله غريب وطوله غريب وفي اشياء طالعه منه، شو الموضوع بالضبط؟ هذا برج الساعة اللي هو في اكبر ساعة بالمدينة القديمة اللي كانت موجودة هون، وهي القصص. البرج مستغلين جزء منه من حمام الزاجل، من جوا عاملينه مثل كنيسة، هي مدخلها، مكان للعبادة، وهذا كل قديس بيامنوا فيه بحطوا له صورة هون، او كل احد المرسم عبادي مثلا هذا وقت موسم الصيد، هذا ايش مثل هيك فسيفساء صغير او برواز صغير بيلزقوا هون بالكنيسة. فكل شيء عبدوه، كل شيء آمنوا فيه، كل استطارت بحياتهم بيحطوها هون. فصار عندك برج الساعة القديم. انا شايف ارجيله. انت بشارع شرديني اللي هو طبيعي الشارع الاوروبي. هذا الشارع كله كافيات بتقدم المشروبات. اقواها واقدمها والزها وبتقدم شيشة. شو اكثر شيء بتحبيه بطبيعه الحياه الجورجيه والناس الجورجيه؟ بحب بساطتهم، بحب طيبتهم، بحب سهوله التعامل معهم. أوكي. هذا شيء بالحياه والحياه الاجتماعيه، والناس جدا طيبين، سلسين، مرحين، ماشي بيعملوا بياخذوا قرض من البنك عشان يطلعوا عزومه عشاء. والله براس السنه. فتلاقيه رايح مقدم علاقات، ليه؟ والله بدنا نطلع براس السنه او بدي احتفل بعيد ميلاد صاحب. فهم بيعيشوا كل يوم بيومهم، ما بيهموا بكره، لما يجي بكره بيجروا. انا بعرف انه اي شيء على جبل بكون مهم، وانا شايف تمثال على جبل. شو قصته؟ هذا سكرت له ديدا. ام جورجيا هاي بتقبل الضيف الجاي للبلد، فاذا كان ضيف حباب بتشرب بتقدم له المشروب بتاعها، واذا كان عدو بتحاربه بالسيف اللي بايدها الثانيه. والله نحن ضلينا نحكي على الجبل لحد ما طلعنا على الجبل. درجة الحرارة هنا أكيد 10 درجات أقل من تحت، بس مبسوط إنك طلعتيني لأنه الجو، مش الجو، المنظر رائع. هون المنظر بتشوف فيه كل تبليسي، وهون على يمين طلعتنا لراكا. ولفوق مفاجأة تاعتك. مفاجأة؟ عاملين لك مفاجأة فوق. الله يسعدك، والله أنت بنت حلال. خلينا نشوف، أنا بحب المفاجآت. واو
يعني عن جد يعني نهايات، هذه نهاية النهايات. يعني ايش هالمنظر، ايش الخضار والشمس والسماء الحلوة هاي. كثير حلو انك استمتعت، بس مو هاي مفاجأتك؟ عن جد؟ لا لسه المفاجأة لقدام. هاي مش مفاجأة؟ هاي جزء بس المفاجأة الحقيقية قدام. طب انا كثير متحمس، وين هالمفاجأة الثانية؟ يلا خلينا نروح هناك؟ يلا. شو هاللبس الحلو هذا؟ لبس تقليدي جورجي؟ واو. رايحين على حفله؟ لا 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 لسه ما بتعرفوا انك انت معي. انا هالمفاجاه يعني قمه الحماس. انا بدك تضلك متحمس للاخر معنا. لا انا كثير متحمس. نهايات بس خلينا ناخذ طريق ثاني لانه في ناس بتقاتلوا. لا ما بصير، هذه مفاجاتنا. هاي مفاجاتنا؟ ايوه هذا القتال الجورجي القديم التاريخي. اوكي خذي اخر مره بشوفك، يمكن خذي. بتبليسي عملنا كتير أشياء مغامرات، كتير أشياء بنعمل مغامرات بأي حلقة من الحلقات من حول العالم. في مغامرة، في أدفنتشر، في إشي بيخليك إنه تتحمس تصحى من دون قهوة. بس للأسف دائما مع المغامرة في إصابات، فأنا حاليا في عندي إصابات عمل. في على إيدي هاي جرح، إيدي هاي من هون ومن هنا مجروحة، وفي جرح على هذا الإصبع من هون. شيء مؤلم بس ياريت كان المغامرة. هذه ضربت ايدي باب الاوتيل وانا طالع. بدك تحس حالك زلمة انك والله عملت مغامرة وانجرحت. ما انجرحت. هون هذا الجروح كلها من تغير الجو، من الفندق الحار للجبل البارد. بس هاي اللي هون فعلا اصابة عمل. عملنا مشهد مسايفة في مبارزة بطريقة جورجية مع واحد مبارز محترف مع سيف ومع درع، وانا انجرحت. انجرحت بهذا المكان، انجرحت وانا بركب الدرع تبعي. اوه ماي جاد. ايه المفاجأة هاي؟ وانت اثبتت شجاعة فيها. شجاعتني؟ انا رميت السيف وهربت. شكرا على المفاجأة القاتلة. من هنا نشكر نهايات على حضورك. اذا شفتي المقاتل جاي خبريني. جيجا اذا كان جاي خبريني. لا تشوفه. هو مش قريب. شكرا لوجودك معنا. منحب كثير لما نتعرف على العرب عايشين برا ومشين امورهم وعم بتعلموا الثقافه اللي برا. شكرا كثير لوجودك. العفو. قتلنا. طبعا كلنا بنعرف الحمام، في الحمام التركي، الحمام المغربي، كلنا بنعرفه. بجورجيا عندهم إشي شبيه بالحمام التركي، إذا هو مش حمام تركي أصلاً، لأنه كان طبعاً الحكم التركي موجود هناك. فالمهم رحنا، مفروض الواحد يروح بيشرب شاي، بياخد حمام، بيقعد بالساونا، بيطلع بتحمم كمان مرة. بعدين عندك خيار، بتفوت على بركة مي سخنة، مي معدنية سخنة، أو بتفوت ببركة مي باردة. ولما أقول مي باردة يعني درجة الحرارة برا 5
فوق الصفر، درجة حرارة المي هاي 1. المهم رحنا نصور، وبالغلط ما قلنا للمصور تبعنا انه هاي المي كتير باردة، قلنا له هاي المي فاترة. طلعناه من الصونة قلنا له يا مهدي روح نط بهاي البركة حرارتها فاترة. والله هيك كان ردت فعله، دخل هو قلنا له ما تحطش اصبعك بس نط، دخل هو عمل هيك. بعد القتالة اللي قتلناها فوق نزلت لتحت، وبالنهار صار ليل ودرجة الحرارة رجعت نزلت كمان 10 درجات. فأنا جاي أعمل إشي هنا موجود من عدة قرون، وبهذا المكان بيعملوه من أكثر من 100 سنة. ممكن ينعمل بتركيا لأنه كان عندهم العهد العثماني، ممكن ينعمل بمصر وبسوريا، بس رح نعمله بجورجيا، بسموه أبانو بس نحن بنسميه حمام. أنا كثير متحمس أجي وأعمل حمام. الجدير بالذكر أن الحمام دخل على جورجيا خلال العهد العثماني. أعطوني بشكير، شحاطة، صابونة وكيس. بمصر بسموه كيس، والشخص اللي بيستعمل الكيس بسموه المكيساتي، والفعل هو التكيس. بجورجيا بسموه برضو كيس. أنا طلعت ونضفت وتفيت، وأنا متأكد البرد برا قارس، بس أنا ملثم حالي عشان لساتني مبلول. بس الصراحة كانت تجربة رائعة، أتمنى تكونوا انبسطتوا باللي شفتوه، وسوري إنه ما ورجيناكم آخر بارت من هذا الحمام لأنه كان في كتير بخار وما شفنا ولا إشي، بس اسمعوا مني التجربة كانت رائعة. خلال تصوير حلقاتنا بتبليسي، فريق العمل قرر أنه أنا أكون مندمج مع الثقافة والحضارة الجورجية. فمرة رحت خبزت خبز جورجي، عملت بيتزا جورجية اسمها خاتشابوري مع جبنة، بعدين رحنا عملت هش ونش، عملنا باربيكيو، شويت لحمة، بعدين عملنا حلو اسمه تورتش خويلة. يعني عملت كل هالأشياء، وبالآخر عطوني أكل، أريد روح خذ الأكل أعطيه لهذيك الطاولة عشان نصورك. فأنا انبسطت، بعدين فكرت فيها قلت فريق الإنتاج بتخوت علي، بضحك علي، عم بيستغلوني أشتغل وبيقبضوا مني مصاري عشان يشغلوني. قلت له لا لا لا، هلأ على الموسم الجاي بقولوا اسمع تعال نضف بيتنا عشان نصورك. بهالأجواء الماطرة الجميلة من العاصمة الجورجية تبيليسي، جينا أنا وطاقم العمل على مطعم جورجن هاوس، مش عشان ناكل أكل جورجي بس رح نحضره بنفسنا، أو على الأخص أنا، من خبز لأكل لحلويات. خلينا نفوت نشوف، وكمان في محطة جورجية جاي تقابلني وأكون ضيف على برنامج طهي صباحي. يا لهوي، أنا من أول ما أجيت وشام ريحة الخبز بالجورجن هاوس، فأنا رح أفوت عند الخباز وأعمل شوية خبز جورجي. هلو، يس. عشر دقائق. عم بعلموني اعمل حلو جورجي تقليدي اسمه تشورتش خيلا.
تورج خلا عبارة عن جوز صح؟ جوز محطوط على حبل وبنحط هون مش عارف شايفين، هذا عبارة عن عنب مطبوخ مع شوية طحينة على نار. بسيط جدا، تاخذ الجوز بتحطه، واذا شايفين انتو هذا العجينة شوي سميكة، فبندخلها من هون ببطء نطلعه. بعدين بتعلق لمدة أسبوع بالعادة. مروا 10 دقائق فأنا أجيت أخذ الخبزة اللي أنا خبزتها. Thank you so much. Full just from eating bread. خلاص آخر لقمة. العشاء عم بجهزه اليوم، عشاء إلي ولطاقم العمل كله، يعني اطبخ بنفسك بجورجيا. خليني أقول لكم عن الرقص الفولكلوري التقليدي الجورجي. بصراحة أنا رحت على واحدة من تدريباتهم، فريق الرقص الرسمي بجورجيا، يعني انصدمت وانبهرت، لأنه من أجمل ما شفت فن ورقص جميل راقي وقوي. وتشوفوهم بهاللبس قاعدين بيعملوا حركات وبيرقصوا، إنه واو شو حلو. فقررت أشارك، فأنا لبست اللبس تبعهم من طقطق لسلام عليكم ووقفت. بس المشكلة إنه لو هم يرقصوا شكلهم راقي وجميل، أنا لما أرقص زيهم بكون شكلي زي قرد ماخذ شطة. تأثرت كثير بالرقص التقليدي الجورجي، فاجيت على مدرسة بتعلم هذا الفن الرائع، بس مش أي مدرسة، اجيت على أحسن مدرسة بجورجيا بتعلم هذا الفن، وتعرفت على شاب اسمه لاشا، هيعلمني كيف أرقص. يا ساتر. Thank you. اوكي. هنا فقرة الرقص زي ما شايفين، عرقان رايح فيها، بس تجربة جميلة. ما بستبعد اني ارجع على جورجيا مرة ثانية عشان اخذ كورس بهذا الرقص، لو حبيته كثير كثير كثير. واذا اجيت على جورجيا تعالوا على هالمدرسة، واذا ما اجيتوا على الاقل روحوا شوفوا عرض لهذا الرقص الرائع.
نحن اجينا على متحف الاثنوغرافيك المكشوف هنا بجورجيا عشان نشوف نماذج من بيوت جورجية بأماكن مختلفة بأوقات مختلفة بقرون مختلفة. رح أفوت على هذا البيت وراي وأستكشف. هذا الستايل من البيوت بيرجع لقرون عديدة، بس هذا البيت بالتحديد انبنى بآخر القرن الثامن عشر، كان موجود بمنطقة غرب جورجيا وتم نقله قطعة قطعة إلى هذا المكان بهذا المتحف المفتوح. هذا الروب اللي شايفه قدامي له استعمالات عديدة، أكيد هو بيستعمل عشان الواحد يدفي نفسه، برضه كان يستعملوه كسليبينج باج أو ككيس بيناموا فيه إذا كانوا خارج البيت، بيستعمل برضه كخيمة، بيستعملوه بلفوا فيه الأطفال عشان يسافروا فيهم، وبرضه بيحمي من الطلق، قد ما هو خميل بيحمي من الطلق. المنطقة اللي شايفينها هون هذه تخت، هذا البيت كان بيعيش فيه بين 20 ل 30 شخص، وترتيب النوم عندنا النسوان على هذه الجهة ورجال على هذه الجهة، فالإمرأة الأكبر سنا بتنام على هذا الجهة نزولا إلى أصغر طفلة، وعلى هذا الجانب أكبر رجل وبالنص أصغر طفل. لساتنا بالمتحف المكشوف، شفنا بيت كان بغرب جورجيا زمان، رحنا على منطقة تانية حنشوف فيها بيت انعمل بالشرق بمواد ومكونات تانية وبحقبة زمنية تانية. نحن هلأ ببيت طابعه بيرجع للجهة الشرقية من جورجيا وبالتحديد منتصف القرن التاسع عشر. بعد أيام كثيرة قضيناها هنا بتبليسي شفنا فيها كثير أشياء، عرفنا على ناس بجننوا، شفنا الفن المعماري الجميل الموجود عندهم، مراكز تجارية، هالجو الحلو اللي شفناه. هلأ بآخر ليلة إلنا وبآخر حلقتنا قررت أجي على مطعم جورجي عشان أكل أكل جورجي وأشوف موسيقى جورجية وأشوف رأس جورجي، فيلا تعالوا معي. ما في طريقة أحلى ننهي حلقة بليسي غير مع ليلة موسيقية فنية راقصة تقليدية فولكلورية جورجية. نحن طالعين برا تبليسي بس حنضل بجورجيا، بالحلقة الجاية حنستكشف كل الأشياء خارج العاصمة. نشوفكم بحلقة جديدة من ونهو حول العالم. سلام.